يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يتسنن قبل صلاة الفجر بأربع ركعات، وبعضهم يتسنن قبل الظهر بست ركعات، فهل هؤلاء ينكر عليهم؟ أما بعد طلوع الفجر فلا يتسنن إلا بركعتين فقط، لأنه دخل وقت النهي، ولا يستثنى من الراتب من النافلة إلا راتبة الفجر قبلها. أما قبل الظهر فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، فيصلي أربعا بنية الراتبة، وإذا زاد عليها ما في مانع، باب الطاعة مفتوح، يصلي الراتبة أربع على أكثر النصاب، وإذا زاد عليها ما في مانع، لأن الوقت وقت صلاة ما هو وقت نهي. نعم.